سيليا، عرفينا عن نفسك أكثر. السلام عليكم، معكم سيليا ولد محمد، في عمري 20 سنة، طالبة سنة ثانية علوم الطبيعة والحياة، اختصاص بيولوجيا، و فنانة مغنية وممثلة. السلام عليكم، من هو أول شخص اكتشف صوتك وكم كان عمرك؟ Alors les premiers les découvrent c'est bien mes parents والديا هما اللي découvrent كي كان في عمري 4 سنين تما وين بداو يشوفوا بلي اشوف كنشوف لي زانسمون دو ميوزيك في التيلي ولا الموسيقى تلعب ولا يشوفوني دائما مبروشيه ونتبع وانتي نغني و افون كاع دونك شافوا بلي نحب بزاف الموسيقى ونبغي بزاف الموسيقى دونك داوي معاهم الجمعيه اللي كانوا مخالطين فيها جمعيه ثقافيه نوميديا تاع وهران و تما وين جيت لي بروميي با و ديكوفروني و تلونسيت. السلام عليكم سيليا، كيف كانت بدايتك؟ الو بزاف ما على بالهمش، بصح البدايه تاعي كانت في المسرح. بديت ندير المسرح مع الجمعيه الثقافيه هذه الميديا و تما دايوغ بداو يديكوفريو فيا لي طالون تاعي لو طالون تاعي اي سي ابري سا لي دخلت للكونسيرفاتوار تاع وهران المعهد الموسيقي الجهوي احمد وهبي وين درت 7 سنوات تاع موسيقى كلاسيكيه ومن تم دخلت انتر طون بالك كنت 3 سنين ولا دخلت للجمعيه الثقافيه للموسيقى الاندلسيه النهضه توجور في وهران وين درت الموسيقى الاندلسيه و في بارتر دو لا بديت نروح ندير مسابقات وبديت نتكلاطا و بديت ندخل بيان في المجال الفني. ما هو هدفك من خلال الفن؟ الهدف تاعي في الفن alors tout d'abord c'est pour m'exprimer باش نعبر على الافكار تاعي mais aussi باش نوصل دي ميساج الفنان هو لسان الشعب تاعه والجمهور تاعه ما باش نوصل ثاني رسائلنا كاع اي سورتو ثاني باش نعرف الناس على تقاليدنا وعلى ثقافتنا اللي غنيه بزاف واللي نفتخروا بها حنايا كجزائريين. سيليا، تكلمي لنا عن تجربتك بألحان الشباب. شنو نقول لكم، تجربة ألحان وشباب كانت من بالي اكسبيرونس، تجربة شابة تعلمت فيها بزاف صوالح بزاف عفايس و سورتو هي اللي فتحت لي الباب الكبير للجمهور الجزائري داخل وخارج البلاد سورتو من تخرجت بالجائزة الأولى أحلى صوت لسنة 2016 و سورتو سيتي ان ريكورد بور موا رقم قياسي ماشي رقم قياسي اوفا عرسه قياسيه بيسكو دخلت للمدرسه كي كان عمري 15 سنه ودرت تما 16 سنه قبل ما ندير الجائزه الاولى دونك نعتبر اصغر فائزه لالحان وشباب دو بيسون ايليستونس اي سي ان اونور بور موا. من هو انجح شخص من خارجي برنامج الحان وشباب بنظرك؟ شكون اللي بالنسبه ليا انجح شخص؟ سؤال صحيح هذا ما نقدرش نجاوبك عليه باسكو كل واحد وكيفاش كيفاش يبان النجاح كل واحد والمفهوم نتاعو تاع النجاح دونك جو بونس كيا كومون با مال اللي كملوا المشوار تاعهم باسكو بو موا كاع اللي كملوا المسيره تاعهم ابري الحين وشباب بو موا ناجحين باسكو اكزاكتومون لو بلو ديفيسيل الصعيب كاع في الحكايه هو انك تكمل مشوارك بعد مدرسه الحين وشباب اي سي سكي ديفيسيل وكاع اللي داروها بو موا انفان دون بار او دون اوتر ايزون ريوسي كيلك شوز. هل شاركتي بكاستينج لبرامج الهواة مثل ستار أكاديمي و The Voice؟ أو نو، إذا شاركت في كاستينج لبرامج الهواة نو، ني ستار أكاديمي ني The Voice. Par contre, The Voice, la version العربية تصلوا بيا en 2016-2017 مش فارها باسكو كنت في عام الباك اي
là où on m'a contacté, mais malheureusement, voilà, parce que j'avais de 1 le bac et me fermais quelques conditions, c'est pour ça. عطينا نبذة عن واش تغني. ألوغ واش نغني لك الأكثر؟ نغني بزاف بالقبيلية، مي زوسي سولا مي مونبيش با، ماهاشي ما يمنعش أني نغني بالعربية، نغني بالفرنسي، نغني بالانجلي. دايوغ اللي ما يسمعونيش واللي ما يعرفونيش، جو فوز انفيت نعرفكم كاع، تروحوا تشوفوني في يوتيوب، ديروا غير سيليا ولد محمد ويخرج لكم لي فيديو تاعي هكا باش تعرفوني كثر وتسمعوا على وفائي. مي سينو لي سوجي نغني فيهم، نغني بزاف على الحب، نغني بزاف على الوالدين واي حاجه شابه. هل برنامج الحان وشباب كافي لدعم المواهب بالجزائر؟ الو على طرابور الاحن والشباب، بونس كو حنا في الجزائر لازم لنا اكثر من برنامج كيما هذا باش يدعم المواهب تاعنا ولي جون تاعنا، باسكو فرانشمون جو بونس كو ماشي كافي طرابور ا تو لي طالون اللي عندنا، طرابور كاع المواهب اللي عندنا، شبونس كو يلزم لنا اكثر، وهذا رايي الشخصي. ما هي مشاريعك المستقبليه؟ الوغ مشاريع المستقبليه ان شاء الله راح تكون غنيه وكليب قريبا ان شاء الله، ان شاء الله برك يخف علينا هذا الوباء وما نقدروا نخدموا هذه هي. مي سينو ان شاء الله في دوت بروجي بروشينمون، هي حاليا فور لو مومون ما نقدروا نديروا والو باسكو كاع رانا محبوسين في الدار، كاع ماناش قادرين نبوجيو، دونك ما عندناش اون با لو شوا. مي اللي نقدروا عليه هو انه راني سجلت الاغنيه بصح للكليب، رانا نستناو تخف شويه الحاله باش نقدروا اون نبوجيو ونتورنيو الكليب. من هو الفنان الذي تود ان نستضيفه؟ الوغ الفنان اللي مادا بيا تستضيفوه من مورايا هو الفنان خويا العزيز محمد جفال اللي كان معايا في مدرسة الألحان والشباب وحصل على الجائزة الثانية، مادا بيا تجيبوه معاك. وجه كلمة لصفحة نجوم الجزائر. وفي الأخير تحياتي لزادمين تاع صفحة نجوم الجزائر، نقول لكم بون كوراج، وباسكو ماشي سهله انكم تكونوا اجور دائما مور الاخبار اللي كاين، باسكو راهم كاينين بزاف سورتو في وقت الكونفينمون، الناس كاع راهي لايا، دونك لازمكم دائما تجيبوا جديد، فريمون كوراج افو، ربي يوفقكم والمزيد من التالق ان شاء الله. وغير لا فيديو سبيسيال ديديكاس القويدري عبد العالي تاع سعيده بعيده تحياتي ليك، نقول لك مزيد من التألق ان شاء الله، بون كوراج و بون كونتينياسيون. الوغ هاد لا فيديو سبيسيال ديديكاس لقويدري حسين تاع سعيده جاري، نقول لك بون كوراج بون كونتينياسيون، المزيد من التألق ان شاء الله فاش راك دير وربي يوفقكم.